نحب نقول للأمن راه بالحق يزيج حبك للوطن وانتمائك للوطن يخليك راه يقوى على الاخر ومام طون يخليك اللي انت ثم كوتي اومين اللي لازمك انت تحققها. نبيها كداشي محافظ شرطة أعلى، رئيسة الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بإدارة الشرطة العدلية. دخلت للأمن أنا وقتها نقرأ في الجامعة، جاني جواب، جاني جواب لدارنا البابا قال لي راهو بعثوا لك للجنة. حبيت نكمل قرايتي مي ومام طون حلم بابا ملي انا صغيره انه انا ندخل للامن. دونك مشيت باش نعدي في اللجنه وتقبلت وحققت امنيه بابا. اول ما تخرجت كانت لافكتاسيون لاداره شرطه المرور، خدمت فيها عام ونص، كانت تجربه حلوه على الاخر مي ما لقيتش روحي مش هذايا اللي انا نفركس عليه. لقيت انه فما اداره الشرطه العدليه اللي هما اداره ميدانيه بحته. دونك حبيت طلبت النقله نتاعي، الحقيقه لقيت فيها روحي اوروزمون جو دي بيان اوروزمون، معناتها لقيت السوتيان ولقيت شكون يدفع معايا اللي هي كانت رئيسه الاداره وقتها امراه، ووتيت معناتها وجات هذه الخطه الجديده اللي هو على ضوء القانون 58 اللي صدر في 2017، كانت الاحداث للفرق المختصه وللوحده المركزيه اللي تشرف على 70 فرقه مختصه، كنت انا رئيس الوحده المركزيه المختصه بالبحث في جرائم العنف ضد المراه اللي نشرف على 70 فرقه مختصه في كامل تراب الجمهوريه. الأمن راهو سلك تحفون على الأخر، سلك يحقق لك تجربة حلوة ياسر، يخليك يعلمك الانضباط، يعلمك اللي راهو ما فما حتى حاجة مستحيلة، تنجم تدخل في الأوساط الاجتماعية الكل، تنجم تعرف برشا حاجات، وتجربة تخليك كما نقولوا احنا عينيك تتحل على الدنيا وتعرف برشا حاجات وتفيقك على برشا حاجات.